أسعد الله مساءكم، معكم مارلين تدرس والقاهرة في المنفى، وضيفي اليوم هو الأستاذ محمد أنور السادات، وهو عضو سابق في البرلمان المصري ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، ورئيس وكان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، وهو عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. طيب، يعني قبل ما أدخل في الكلام عن الحزب، أنا عايزة أتكلم شوية، لأن النهاردة طبعا 14 أغسطس، فهي ذكرى فض ومذبحة رابعة، وحضرتك قلت كلام في البداية، يعني أول ما حصلت الأحداث نزلت بيان بعد تقريبا 100 يوم من الفض، إن الفض الاعتصام كان ضروري في ظل تعنت المعتصمين وقادتهم من أنصار جماعة الإخوان المحصورة، وقلت في بيان أيضا إنه كراهية الشعب لجماعة الإخوان تزداد يوما بعد الآخر بسبب عدم ولائهم للوطن والولاء للتنظيم إلى آخره. هل لازلت عند رأيك؟ طيب خليني برضو أوضح، لأنه البيان ده كان في سنوات مضت، نعم. وبالتأكيد إحنا خلال العشر سنوات الماضية يعني في حاجات كتير تكشفت وحاجات كتير بالنسبة لنا ظهرت، يعني فمش عيب إن الواحد يصحح إذا كان يعني كان عنده رؤية أو صورة مغلوطة أو مظبوط. محتاجة توضيح. يعني خليني اقول لك، انا تجربتي يعني مع التجربه الشخصيه مع الاخوان كانت في عام 2005، وانا كنت نائب في البرلمان في هذا الوقت، وكان في مجموعه من النواب الاخوان حوالي 88 عضو، وكانت علاقه طيبه جدا، وانا كنت من النواب المستقلين، يعني لا انتمي للحزب الوطني او الحزب الحاكم في هذا الوقت، وكانت علاقة طيبة وما كانش فيه مشاكل، كانت الدنيا ماشية. أنا شايف إنه الإشكالية الحقيقية إن لما حصلت ثورة 2011، الإخوان المسلمين يعني ومن يدور في فلكهم، يعني من جماعة إسلامية حتى الجماعة السلفية نفسها في هذا التوقيت، يعني كان في حالة من الطمع في انهم يعني حسوا او شعروا انهم عندهم القدره انهم يقدروا ياخدوا اغلبيه في البرلمان، وده حدث في 2012. ثم كانوا دائما يوعدوا انهم مش هيقدموا مرشح للرئاسه، نعم. وللاسف قدموا مرشح للرئاسه. انا لا انكر انه الانتخابات في 2012، الانتخابات البرلمانية اللي فاز فيها الإخوان وأحزاب تيار الإسلام السياسي، كانت انتخابات نزيهة وحرة، وإنهم نجحوا باختيار الناس في هذا الوقت، يعني فكانوا legitimate. أنا I cannot deny this fact. وحتى مرسي الله يرحمه يعني حينما تقدم أيضا، وكانت منافسة شريفة وكان عدد مرشحين كبير ونجح، صحيح بنسبة ضئيلة، لكن كمان هو he was legitimate. دي يعني أمور لا نستطيع أن احنا ننكرها، ولكن ما حدث ونحن الآن نتحدث على الذكرى الحداشر لاعتصام رابعة وما حدث فيه من مأساة إنسانية، يعني إنه الإخوان للأسف لم يحسنوا التعامل مع كل التيارات السياسية الأخرى. نعم. إن هم ممكن كانوا ناجحين شاطرين في التشاريتي وورك أو في الأمور اللي متعلقة بإنشاء مدارس، مستوصفات، مستشفيات،
كانوا شاطرين وناجحين. أما إدارة دولة بحجم مصر الحقيقة واضح إنها كانت كبيرة عليهم يعني، فكان في تخبط وكان واضح للجميع، وأنا يعني لا أحمل في نفسي يعني حاجة سيئة للإخوان كفكر يعني، ولكن كان واضح إنه الرئيس لا يحكم، وإنما من يحكم هو مكتب الإرشاد، هو اللي بيدير الأمور يعني. وكان الرئيس الحقيقة محمد مرسي الله يرحمه راجل طيب يعني، ما أقدرش، هو عند ربنا دلوقتي، إنما كان راجل طيب يعني، وأنا يعني احتكيت بيه وعارفه، لكن هذا الموضوع استفز الجميع، خلقوا عداوات مع الكل، مع الـ القضاء، مع البوليس، مع الجيش، حتى مع الشباب والأحزاب، الكل شعر إنهم يعني حينما وصلوا إلى سدنة الحكم لم يعد يروا أي مجموعة أخرى أو تجمعات أو أحزاب إلا أنفسهم. فالناس في هذا الوقت يعني شعروا إنه ايجيبت ايدنتيتي يعني از ا سيفل ستيت ات ريسك. فالناس بدأت تململ يعني، سيبنا من بعض الصعوبات اللي ان ما فيش وقود كهرباء تتقطع، كل دي امور ممكن يبقى اغلبها مفتعل من الدولة العميقة، طبعا وارد يعني انهم عايزين يفشلوهم يعني، أو إنهم يسيئوا لشكلهم ولسمعتهم. نعم. إنما الإخوان والرئيس مرسي ومن حوله ومن معه لم يحسنوا يعني التعامل مع هذه الأزمات، وشفنا أحداث كتيرة بتحدث واحتكاكات، فخلقت عند الرأي العام في مصر نوع من الخوف ونوع من القلق. طبعا أنا كنت أتمنى كراجل بأمارس عمل سياسي وأؤمن بالديمقراطية إنه الطريقة والأسلوب الذي يترك فيه الرئيس السابق محمد مرسي الحكم تبقى يا إما بـ early election أو referendum يعني in a democratic انتخابات مبكرة أو استفتاء. يعني، ده اللي كنت أتمناه، لكن واضح إنه الأحداث كانت سريعة وكان العنف واضح إن هيبقى هو سيد الموقف، وممكن يبقى فيه مواجهات تصل إلى حرب أهلية، وهو ده اللي حصل بعد خارطة الطريق اللي أعلنت في 30 يونيو، إنه لم يتقبلوا هذا برغم إنه كان هناك مشاورات كثيرة جانبية قبل اتخاذ هذه الخطوة، لكن كانوا يشعروا جماعة الإخوان يعني والرئيس مرسي في هذا الوقت إنهم في موقف قوي، وإنه مش لن يحدث شيء، وإن العالم سواء العالم دوليا يعني لن يسمح بإن يحصل أي نوع من الانقلاب أو التغيير على الرئيس. للأسف حساباتهم كانت خطأ، وطبعا ترتب على هذا إنه الرئيس مرسي تم احتجازه زي ما كلنا عشنا وتابعنا الفترة دي، ثم أنصاره ومن يعني سلك سلوكهم كانوا بقى معتصمين في النهضة في ربعة، وبدأت تبقى في أحداث عنف هنا وهناك. أنا طبعا يعني حزين على ان ده حدث، لان في النهاية كلنا مصريين، ومفترض انه كرامتنا وكمان حرياتنا وحقوقنا تحترم، انما للأسف يعني وصلنا الى مواجهات ما كنا نتمنى انها تحدث. وانا بقول هذا الكلام لانه طبعا فيما يخص يعني فض اعتصام ربعة وما حدث اتكتب فيه حاجات كتيرة، تقارير دولية وآراء، ومحمد البرادعي نفسه وهو في هذا الوقت كان نائب رئيس يعني، وانسحب من المشهد، هيومن رايت ووتش كتبت،
المجلس القومي لحقوق الإنسان عمل تقرير أو لجنة تقصي حقائق فيما حدث في فض رابعة، كل ده موجود ومنشور. الصحفي الشهير كيرك باتريك في نيويورك تايمز أيضا عمل كتاب. يعني قصدي أقول أنه أنا في رأيي الجميع يتحمل المسؤولية، لم يكن هناك عقلاء في جماعة الإخوان وقيادتهم عشان يتعاملوا مع هذه الأزمة بذكاء. وأيضا فيما يخص الدولة المصرية اللي شافت إنه يعني إحنا كمصر كيف يمكن إن يبقى فيه اعتصامات أيا كان مبررها يعني، ورغم تحذيرات وتنبيهات، فكان لابد إن الدولة تفرض القانون من وجهة نظرهم وتحقق يعني الأمان والاستقرار في هذه المنطقة. فأنا رأيي إنه الجميع يتحمل المسؤولية فيما وصل إليه وما حدث. في النهاية فيما يخص الجزئية دي يعني، وأنا بقول هذا الكلام مش معنى كده إن إحنا كل من ينتمي لتيار الإخوان المسلمين يجب إنه يعني ما يبقاش ليه وجود على الأرض في مصر. لا، في النهاية هم مصريين، يجب أن يستمتعوا بحقوقهم وحرياتهم وممارستهم للعمل سواء السياسي أو الاجتماعي طالما يحترموا القانون ودستور البلاد، ويبقى فيه تخلي عن العنف. يبقى المفروض أهلا وسهلا بيهم يمارسوا حياتهم ودورهم زيهم زي باقي المصريين. ده رؤيتي يعني. تمام. طبعا يعني العدد ضخم جدا اللي مات في رابعة، بس أنا يعني ما أعتقدش في شيء يبرر نهائي هذا العدد. فزي ما حضرتك قلت، في مسؤولية على الكل، إنما طبعا لما يبقى ناس غير مسلحة قصاد ناس مسلحة تسليح قوي، يعني في عدم توازن في الموضوع. يعني حضرتك قلت دلوقتي إن في، طالما إنهم ماشيين بالقانون وبالدستور فأهلا بيهم ويشاركوا في كل حاجة. هل الحكومة ماشية بالقانون والدستور؟ لا يعني فيما يخص جماعة الإخوان، يعني ده رأيي أنا الشخصي، لكن هذا الرأي لن يقابل لا بارتياح ولا قبول سواء من الدولة الرسمية أو حتى من المصريين اللي هم شايفين إنه هؤلاء جماعة إرهابية ويجب إنها ما يكونش لها وجود. إنما بس يعني أقصد، عفوا، أنا أقصد، هل بشكل عام الدولة الموجودة دلوقتي ماشية بالدستور وبالقانون؟ لا طبعا انا معاك ان في عندنا تجاوزات ومخالفات وعدم تطبيق بعض من مواد الدستور طبعا، يعني ما نقدرش ننكر ده. انما خليني اقول لك ان احنا كسياسيين بنحاول بنجتهد، ما عندناش اختيار تاني الا ان احنا نحاول نبني على اي شيء يمكن ان يحقق اي مكتسبات، لانه الدولة قوية يعني. وصدقيني وانا يعني مش من الموالاة يعني بتوع الدولة، لكن الدولة قوية ومهما بيمر بيها من ازمات، واحنا عايشين ازمات اقتصادية مالية كبيرة وغيرها يعني من التحديات في المنطقة حوالينا، غزة وليبيا والسودان، الدولة المصرية قوية. ويعني مش من الدول اللي انت او الحكومات اللي ممكن تهزميها او انها تترك السلطة
بالضربة القاضية. لا ده مش هيحصل، إنما ممكن بالنقط يعني الوقت. ولما أقول النقط يعني تبني أحزاب قوية، نقابات قوية، اتحادات، يبقى عندك كوادر، فالوقت هيعالج. إنما إذا ظنينا إنه يعني إن الدولة دولة هشة رخوة ويمكن إنها تقع، فأنا بقول دي نظرة وتقدير غير سليم غير صحيح. تمام، بس كيف تبني أحزاب واتحادات وكل الحاجات دي قوية ليها تأثير على الأرض وهي ممنوعة؟ يعني حتى لما حاول واحد زي أحمد طنطاوي ينزل مثلا قبضوا عليه، ويعني إيه منتظر من الأحزاب الموجودة؟ أنا ما أعتقدش إن في ناس مقتنعة بالأحزاب الموجودة أصلاً، لكن ربما أكون مخطئة. رأيك؟ لا كلامك صحيح، يعني اغلب الناس انفضت عن الاحزاب، ما بقاش في شهيه للمشاركه في الاحزاب. والاحزاب، وانا لازم اعترف وانا رئيس حزب وعندي تمثيل في البرلمان اكتر من 13 مقعد، انما الاحزاب ضعيفه مش موجوده على الارض، ودي حقيقه يعني مش هننكر. لكن طيب ايه البديل؟ ما هو انا معاكي انه في قيود على حركه الاحزاب، صح، لكن بنحاول على ان احنا حركة المجتمع المدني بشكل عام. طبعا طبعا والمجتمع المدني يعني طبيعي، انما قصدي انه يعني طيب ماذا نفعل؟ هل هنقعد في بيوتنا بقى ونلطم الخدود، ولا نحاول ان احنا نجتهد ونحاول نتحصل على يعني مساحة هنا ومساحة هناك، وخصوصا وإنه يعني الآن هناك مطالبات كبيرة مش بس من الداخل بإصلاحات، لا والخارج، شركائنا وداعمينا في كل الدول الأوروبية والأمريكا وغيرها، يعني بيطالبوا مصر بإنها تراعي الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان، الحقوق والحريات وحرية الرأي والتعبير وما إلى ذلك. فإحنا لازم نحاول نستفيد من ده، وحتى لو حققنا القليل بس يعني على الأقل يبقى في أمل، إنما مش هنقدر يعني نقول إنه ما فيش فايدة، وإنه لا. يعني أنا من مدرسة تعامل مع الواقع وحاول إن أنت تحسن، وأنا بصراحة بقول كده، وأنا جربت برضو من خلال خلق قنوات مع الدولة وأجهزتها إن إحنا نخفف على بعض من الناس، ناس محبوسة طلعت وناس عايزة ترجع من الخارج، رجعنا ناس كتير عشان يزوروا أهلهم. يعني كان فيه، ما بقولش إنه يعني نجاحات كبيرة، بس قصدي كلها علامات بتقول إنه ممكن، يعني ممكن إنه نحقق ما هو متاح بالنسبة لنا يعني. أنا يعني بفكر إنها ربما هي يعني وجهة نظر تحترم، وأنا بس بفكر إنه يعني في حالة من إننا بنتقبل الفتات، يعني هي حاجات صغيرة بنتقبلها ما كانش لازم تتاخد مننا أصلاً. صح، يعني مش طيب، مختلف مع انا مش مختلف على فكره، ايوه ولكن انا عارفه. الفتات اللي ممكن يعيشني لليوم اللي اقدر، ما يبقاش فتات يبقى فول ميل يعني زي ما بيقولوا، طب ما عنديش سبيل تاني. هو ده اللي بنحاول ان احنا يعني انا مقدر الناس اللي في الخارج واللي بيعانوا، سواء من انه بعض من اسرهم في السجون او مش عارفين يرجعوا او حاجات مظالم كثيره، او اللي مش عارف يستخرج جواز سفر
ولا الرقم القومي ياما بيمر علي حاجات كتير. نعم انا مقدر الغضب والحزن اللي هؤلاء فيه، لان دي في النهايه بلدهم، ومن حقهم ان هم يعني يعيشوا في امان وسلام. لكن يعني ما فيش سبيل تاني، لانه الان يعني اي حد بيني وبين حضرتك يعني يفكر في انه يعني عمليات التحريض والثوره ودعاة ان لازم ننزل ونروح، الكلام ده كلام للاسف كلنا بندفع ثمنه، نعم ويزيد النظام الا قوه وتعنت. فانا شايف انها دعوات يعني غير انها يعني لا تكتمل وفاشله، كمان بيتسببوا في اذيه بعض من الشباب الصغير اللي نعم بيصدق نعم وينزل بيدفع الثمن، وفي ناس تانية قاعدة بره ما لا تعاني يعني ما لا عندهاش أنا مشكلة. موافقك على النقطة دي، يعني أنا دايما بعترض لما خصوصا أي حد من الخارج بيقول نعمل يعني انزلوا واعملوا ويحدد تواريخ، الناس بتتأذي، الناس بتتأذي. طبعا وعندنا نماذج كثيرة يعني. نعم نعم قلت للبي بي سي في يوليو 23 إن الأحزاب المصرية بما في ذلك حزب الإصلاح والتنمية لا يملك أو لا تملك هذه الأحزاب في الوقت الحالي الخبرات والكوادر التي تمكنها من تشكيل حكومة في حال فوزها. صحيح. يعني ما هو هيستمر الموضوع كده في مصر، يعني أنا أقلق كثيرا من فكرة إنه ما فيش كوادر، لأنه أعتقد لو دخلنا بس لو عرفنا بس ندخل الكوادر موجودة والناس سواء بره أو جوه مستعدة تيجي ومستعدة تساعد بخبرات كبيرة. فمش عارفة لما قريتها جالي نوع من الإحباط شوية. أوضح أنا بليز. قصدي إنه الأحزاب بأوضاعها الحالية ممكن ما تبقاش عندها الكوادر من داخل الأحزاب ذاتها، لكن ده لا يمنع أبدا إنه هناك من المصريين كفاءات وخبرات في الداخل وفي الخارج، لكن ليسوا بالضرورة إنهم أعضاء في الأحزاب. يعني نعم يمكن الاستفادة بيهم والاستعانة بيهم في حال ما إذا يعني حدث ان حزب من الاحزاب حصل على اغلبيه وكان من حقه انه يشكل حكومه. يعني انا كان كلامي مقصود بالاحزاب بامكانياتها الحاليه، لكن طبعا في مصر مش معقول يعني مصر اكتر من 100 مليون ما عندناش خبرات ولا كوادر ولا لا ولا كفاءات. لا طبعا عندنا، لكن مش بالضروره يبقوا اعضاء في الاحزاب، يعني ده قصدي، يعني ده اللي انا نعم عانيته. نعم تمام. يعني هنيجي للموضوع اللي بقالنا بنتكلم فيه كتير اللي هو الحوار الوطني وموضوع لجنة حقوق الإنسان اللي حضرتك عضو فيها. يعني لما تبقى عضو في لجنة حقوق الإنسان وقلت إنه لا يسمح لك بالظهور في الإعلام أصلاً، يعني يعني ده شيء كوميدي الحقيقة. صحيح. يعني سيبك من كل الناس اللي بيتقبض عليها وكل ما بتعملوا حاجة أو بتقولوا حاجة بيفرجوا عن شوية ويقبضوا على شوية. طيب يعني ده انت بنفسك ممنوع من الظهور في الإعلام، فإيه بقى؟ إيه الموضوع؟ أقول الموضوع يعني هو طبعا ده أوضاع كانت سائدة الفترة اللي فاتت لكل من هم أصحاب آراء مختلفة مع الحكومة ومع النظام بشكل عام. ف
فكان في قيود على ظهورهم في الإعلام وما زال يعني. لكن مؤخرا برضو عشان الواحد يبقى صادق يعني بدأ يبقى في مساحة أكتر، وممكن يتم دعوتك من خلال يعني لقاء أو مناقشة أو يعني ده بدأ يحدث الفترة الأخيرة. إنما كان على مدى سنوات كان هناك في حظر، ده حقيقة يعني وأنا قلتها. يعني الآن بدأت مش بس في الظهور في الإعلام عشان أبقى صادق برضه، لكن كمان بقى في استعداد، وأنا أشعر يعني إنه الفترة اللي جاية ولأسباب بعضها زي ما بقول داخلي وبعضها خارجي، أنا أشعر إنه الحكومة الدولة المصرية والرئيس يعني توصلوا إلى إنه لا يمكن الاستمرار في الأوضاع فيما يخص يعني الحقوق المدنية والسياسية وممارسة كما كان في السنوات الماضية. لابد إن الدنيا تفتح، ولابد إن يبقى فيها انفراجة، الناس المحبوسة على مدى سنوات حبس احتياطي وغيره لازم يتم مراجعة هذا، وده اللي بيحدث الآن. هيحصل إيه بقى الفترة الجاية؟ إحنا كلنا يعني في انتظار، وده يعني محصلة ما انتهينا إليه في الحوار الوطني من توصيات، وتم رفع بعضها للرئيس والبعض الآخر في الطريق، وإحنا في انتظار نفسنا نصدق إن هذا الحوار حوار منتج، حوار مفيد، وكل ما تم التوصية به هيؤخذ محل جدية، وهيتم فعلا اتخاذ قرارات تنفيذية أو تشريعات جديدة تعالج التشوهات اللي احنا عايشين فيها. طيب يعني أنا عارف إن أنت من التجارب الماضية والسنين الماضية مفيش حد مصدق حاجة، بس وأنا مش بس الماضية يا فندم، ده يعني لسه من أسبوعين ولا 3 ولا شهر، يعني مهندس يحيى حسين عبد الهادي وعمر أشرف اللي هو رسام كاريكاتير، يعني احنا بنتكلم بآمال ايوه وهنشوف، انما اللي حصل انه الناس دي لسه بيتقبض عليها، صحيح وناس ما عملتش حاجة، يعني ناس مجرد بتتكلم، ده واحد بيرسم. يعني انا دكتور هاني سليمان في ايوه السجون بقاله سنين، يعني انا معاك مش فش عارفة التفاؤل جاي منين. انا معاك ان طبعا كل الشواهد دي لا تبشر باي خير، انا اه طبعا، يعني وده اللي احنا ممكن بنتكلم بيه في احاديثنا الجانبيه مع بعض يعني كاسره كاصدقاء كزملاء يعني، وده اللي مخلي الناس تقول يعني احنا بنضحك على نفسنا يعني ده ما فيش فايده يعني. بس برضو ارجع اقول لك كل الاسماء اللي حضرتك ذكرتيها وغيرهم كثيرين، ده في بنات أيوة طبعا وسيدات طبعا طبعا، احنا بنحاول وبنحاول نوضح ونشرح ونقول يا ناس خلوا البيوت ترجع لها الفرحة، والناس تشعر انهم يعني، لانك لو انت بتتكلم على الولاء والانتماء للوطن هيجي منين لو كل انسان محسش ان كرامته مصانة وإن حقوقه بتحترم يعني. فهو ده الإنسان، لو عايز تبني إنسان مصري سوي يبقى لازم توفر له المقومات الأساسية ألف ب طبعا يعني، يبقى حر في حياته في انتقاله في سفره في عودته، ما يبقاش راجع من بره خايف يتعلق من المطار تبقى يعني مصيبة بالظبط بالظبط كده، يعني. أمور إحنا والله عايشينها وبنتكلم فيها مع الناس وبنقول لهم يعني ساعدونا عشان نقدر نساعدكم ونساعد نفسنا، ويبقى صورتنا صورة ما يصحش إنه إحنا يعني
يعني واكتر من كده كتير، يعني مش عارف اقول يعني لك ايه. يعني في تعذيب في السجون، في كهرباء، يعني أشرف الرسام ايوه الكاريكاتير اتكهرب في السجن. يعني دي وصلنا لمستوى من الانتهاكات يعني غير مقبول بأي صحيح. حال من الأحوال. يعني طيب انا متفهم طبعا، لان انا يعني منذ عام 2005 وانا يعني كان ملف حقوق حقوق الإنسان، أيوه وانا عايشه، وترأست حقوق الانسان اكثر من مره، نعم والان من خلال المجلس القومي ايضا. يعني انا مهموم بالملف ده، نعم بالرغم ان انا مش حقوقي يعني بالمعنى، انما مهموم بيه. وبنحاول، بس انا عارف ان الشيله تقيله، يعني المساله مش سهله، لكن يعني علينا ان نجتهد ونحاول. ربما، لان انا مقتنع ما فيش حاجه بتفضل على حالها، كل شيء ليه اخر. يعني طيب نزلت بيان في 11 أغسطس، يعني من 3 أيام تقريبا، وجهته للحركة المدنية في مصر طبعا عن موقفها من الحوار الوطني والاستعدادات للانتخابات البرلمانية القادمة. في ناس شايفة يعني اعتراضك الرئيسي أعتقد إنه على مسألة إن في ناس عايزة تستبعد الموالاة، التحالف مع أحزاب الموالاة في الانتخابات البرلمانية القادمة. هو 10 أحزاب تحت هذه المظلة، مش كده؟ ولا أكتر؟ تقريبا، لكن مش كلهم احزاب شرعيه، يعني مؤسسه، يعني فيهم احزاب تحت التاسيس، يعني لم تاخذ الترخيص الخاص بهم. تمام، يعني فما هي بالضبط وجهة نظرك؟ انا وجهه نظري ببساطه انه، وده كان الهدف من الرساله بتاعتي، انها نوبه صحيان، جرس انذار لأحزاب الحركة المدنية اللي أنا جزء منها، واللي أنا حريص على إن أنا أبقى موجود فيها، ولكن لابد إن إحنا نشتغل سياسة. لأن لو مش هنشتغل سياسة، لو هنشتغل يعني تهييج أو هنشتغل تحريض أو هنشتغل، مش هناخد حاجة ولا هيبقى لنا وجود. أنا مقتنع حضرتك إنه أحزاب من غير تمثيل في البرلمان أو في المجالس المحلية، يبقى دي مش أحزاب. لابد إنك تبقي متواجدة عشان صوتك يستمع، وعشان يبقى ليكي مواقف، ويبقى في محاسبة ومساءلة للحكومة. إحنا في الحزب، وفي من خلال اجتماع تم يعني خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس، انتهينا إلى بيان وجهناه لأحزاب الحركة المدنية وأيضا شخصياتها المستقلة، بنطلب منهم إنه تترك الحرية للأحزاب في اختيار ما هو يحقق أهدافها، و يعني وتواجدها على الأرض مع الناس، لأن دي شكوى دائما تتكرر إن الأحزاب مش موجودة، لا تتواصل مع الناس. و كان وجهة نظرنا انه يعني الموقف من الحوار الوطني اللي احنا كلنا متحفظين على انه الى الان لم تصدر عنه توصيات نهائية، عشان تخفف يعني المظالم والشكاوى والاعباء عن الناس، لكن لا يجب ان احنا ناخد منه موقف نهائي، لانه ما فيش سبيل للتحاور مع السلطة إلا من خلال جلسات ولقاءات. هو ده الحل اللي احنا كنا شايفينه، بالإضافة إلى أنه موضوع الانتخابات القادمة واللي منتظر أنها تتم في لمجلس الشيوخ في النصف الأول من العام القادم 25،
والانتخابات مجلس النواب في نهاية عام 25 كان وجهة نظرنا ان احنا ننتظر الى ان تصدر القوانين بشكلها النهائي اللي هتدير العملية الانتخابية. هيبقى شكل يعني القوانين فيما يخص النظام الانتخابي، قوائم نسبية، قوائم مغلقة، عدد المقاعد الفردية، تقسيم الدوائر، الضمانات اللي المفروض تبقى معنية بيها الهيئة الوطنية للانتخابات عشان تجرى انتخابات نزيهة ومتكافئة للجميع. كان وجهة نظرنا انه لا يجب انه الحركة المدنية من الآن تشترط على الأحزاب إيه الطريقة أو الأسلوب اللي هم هيديروا بيها معركتهم الانتخابية. ده كان وجهة نظرنا وما زالت. وحصل لقاء وحوار مع أحزاب الحوار الحركة المدنية، وإلى الآن يعني لم ننتهي إلى شيء. هم وجهة نظرهم وهي تحترم، يعني إنه يجب إن احنا نكون في وضع كأحزاب معارضة، إن احنا يعني نعمل قوائمنا بذاتنا ونستعد بمرشحينا. وأنا مش مختلف على ده، لكن كل وجهة نظري كانت الانتظار لحين ما تتضح الصورة النهائية لشكل الانتخابات من خلال القوانين المنظمة لها. يعني إلى الآن هذا الموضوع يعني لم يحسم، زي ما بقول في انتظار إن احنا نشوف القوانين اللي هيتم تقديمها، وعلى هذا الأساس هنقدر نحدد مواقفنا بشكل نهائي. أنا مقدر يعني أحزاب الحركة المدنية اللي بينا شراكة ويعني زمالة على مدى سنوات، لكن عايزين نطمئن إن إحنا هيبقى عندنا القدرة إن إحنا يبقى عندنا مرشحين ونقدر نقدمهم، ويبقى عندنا كمان القدرة في إن إحنا نعمل القوائم اللي خاصة بينا. يعني كل دي أمور أنا واخدها في اعتباري، ومن خلال لقاءاتي مع أعضاء الحزب عندنا إحنا كلنا مقتنعين إنه لا مقاطعة للانتخابات. الانتخابات المقاطعة ده عمل سلبي لا يجب أن يحدث. أي حزب لازم ياخد فرصته وينافس، عشان ده فرصة إنك بتعلمي كوادرك يعني إيه حملات انتخابية، يعني إيه حملات تطوع، يعني إيه مساهمة، يعني إيه المرشحين يعيشوا التجربة ويشوفوا إيه اللي ممكن يحققوه. فأنا ضد المقاطعة بشكل عام لأي انتخابات. نمرة اتنين، ودي مسألة كمان مهمة، هو إنه أحزاب بدون تمثيل في المجالس المحلية الشعبية نعم. أو المجالس البرلمانية يعني بشكل عام مش هيبقى لها وجود، يعني لن تستطيع إنها تعبر عن مواقفها. ده دلوقتي يعني أصدرت بيان النهاردة بتاريخ 19 أغسطس، هو يعني بيتكلم على أعضاء المجلس التنفيذي للحزب إنه اجتمعتم وإنكم تناولتم 7 قضايا، منها التعليم والخسارة في الأولمبياد وخطورة تدفق الأموال الساخنة وسياسات القمح غير المدروسة وأسعار الدواء ومظاهر البذخ في الساحل الشمالي التي تستفز الناس. طيب، ده كله استعدادا لمناقشته في الدورة البرلمانية القادمة. هل في مقترح بحلول لأي من هذه الموضوعات؟ طيب خليني أوضح لحضرتك وكمان للسادة اللي بيتابعونا، يعني إحنا الحزب بشكل دوري يعني كل شهر بنجتمع اللجنة التنفيذية وتستعرض بعض من القضايا المطروحة أو اللي ممكن تجد أثناء
يعني لقاءاتنا أو من خلال كمان تواجدنا في زيارات ميدانية لبعض المحافظات في الجمهورية يعني. فكل ما يثار وما يعني يصل إلى مسمعنا بنتناقش فيه ونتكلم فيه، وبعد ما بننتهي بنبتدي نجتمع بأعضاء الهيئة البرلمانية بتاعتنا اللي في الحزب يعني، عشان نوجههم بأنهم يبتدوا يعملوا باستخدام الوسائل البرلمانية المتاحة، يعني طلب إحاطة، سؤال للحكومة، استجواب إذا كان في قدرة وإمكانية. ده الطبيعي اللي احنا بنعمله على مدى السنوات اللي فاتت. الموضوعات اللي حضرتك أشرت إليها كلها موضوعات حديث المدينة، حديث الساعة، نعم، يعني ما حدث في أولمبياد. الأولمبياد، حديث مسألة تستوجب يعني انه لابد ان يبقى في مساءله ولازم نفهم ماذا حدث. هذا الكلام مساله حلول، ده اللي المفروض زي برضو واحنا بنتكلم على موضوع القمح وان احنا نعلن عن استيراد كميه كبيره ثم نشتري كميه صغيره، دي لخبطه للسوق وحاجات. كل ده النواب المفروض انهم بيسالوا الوزراء، وزراء الحكومة هم المعنيين إنهم يردوا عليهم بحقيقة ما حدث أو حقيقة الواقع، ثم هم اللي معنيين بأنهم يقدموا الحلول، لأنه ده كلها أمور تخص الحكومة وسياساتها. في بعض الأحيان إن بيبقى بعض من النواب اللي دارس الموضوع بيبقى عنده بعض من مقترحات. الأفكار كمقترحات يقدمها تاخد بيها الحكومة أو ما تاخدش، إنما كنوع من الحلول يعني. إنما هو الفكرة إن أنت بتخلقي حالة حوار حوالين موضوع بعينه حصل فيه إما إخفاق أو فشل، أو حتى لو نجاح من حقنا برضو إن احنا نشيد بيه، مش عيب يعني. الموضوع مش بس إن احنا طبعا بنتصيد أخطاء، لا، إذا في نجاحات في شيء فيجب إن احنا كمان نذكرها ونشيد بيها. فده طبعا مسألة عادية يعني، من خلال تجربتنا البرلمانية والحزبية لابد إن دايما تثيري هذه الموضوعات وتضعيها أمام الحكومة ويتم المناقشة عليها، لأن ربما أعضاء في البرلمان من أحزاب أخرى يبقى عندهم مقترحات وحلول أفضل يعني، لأن دي بتبقى جلسة فيها تنوع وتمثيل كبير يعني. نعم. طيب، في أواخر الأسبوع الماضي تناقشتم في مع مجلس النواب أو مع بعض أعضاء مجلس النواب ورؤساء الأحزاب والقيادات السياسية والبرلمانية والحكومية والحقوقية إصدار قانون الإجراءات الجنائية لتصحيح العوار أو ما يسمى العوار القانوني وإعلاء حقوق الإنسان. طيب، كان ليك رأي في الموضوع ده، إنه هي مش مسألة القانون نفسه، لكن مسألة تطبيق القانون، مش كده؟ صحيح، ده صحيح. طيب، هما عايزين يغيروا إيه في القانون أصلاً؟ ما هي المواد التي أو بشكل عام يعني المواد التي يريدون تغييرها؟ طيب خليني اقول لحضرتك يعني مطلب التعديلات اللي مطلوبه على قانون الاجراءات الجنائيه يعني بقاله سنوات، وكان في لانه تعديل مش كده قبل كده؟ كان في تعديل وفشل؟ كانت ايام في ظروف استثنائيه ايام الرئيس عدلي منصور، نعم. وده طبعا كان في احداث كثيره في هذا الوقت. لكن الحقيقة التعديل أو المقترح لمشروع القانون الجديد اللي تقدم لنا في الاجتماع من أيام قليلة شامل، ويعني لأن القانون ده مهم جدا فيما يخص الحقوق والحريات، كرامة المواطن بشكل عام،
وده كان مطلب شعبي كبير جدا يعني في الفترة اللي فاتت، كمان كان مطلب دولي عشان تتمشى القوانين بتاعتك مع اتفاقيات ومعاهدات دولية انت موقعة عليها. نعم القانون وكل هذا الكلام اللي انا بقوله لحضرتك ده ذكرته وتم توثيقه في مضبطة الجلسة اللي كان بيرأسها رئيس مجلس النواب وبحضور وزير العدل ووزير الشؤون البرلمانية والقانونية وممثلي النيابة وبعض من النواب وحقوقيين ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان. القانون بيتكلم على مدد الحبس الاحتياطي، وحصل تخفيض في هذه المدد. القانون يتحدث أيضا على بدائل للحبس الاحتياطي، يعني ليس بالضرورة إنه يسجن أو يحبس، يعني ممكن يبقى في بدائل أخرى للشخص اللي بيتعرض إلى أي تهمة من التهم. القانون يتحدث أيضا عن التعويضات في حالة عدم ثبوت التهمة أو براءة الإنسان نعم اللي تم حبسه. بيتحدث على أمور كثيرة جدا، يتحدث كمان على إجراءات المنع من السفر وحالات الترقب عند الوصول. أمور كثيرة جدا بتهم ناس كثيرة جدا، حاليا بعضهم محبوس، حاليا بعضهم عايز يغادر البلاد مش عارف يغادر، بعضهم عايز يعود للوطن مش عارف يرجع خايف. فالقانون الحقيقة بيتكلم في كل هذا ويتعرض إليه. أنا وجهة نظري إنه، وده اللي أنا قلته في مضبطة الجلسة، إنه الموضوع مش بالتشريع ولا بالقوانين فقط، العبرة بالتطبيق والممارسات التي تتم فيما يخص القانون ده واحترامه. وأكثر من هذا قلت لهم إنه الرئيس في تكليفه للحكومة الجديدة، والحكومة الجديدة في المحاور اللي قدمتها وخدت على موافقة مجلس النواب أو يعني ادوها الثقة للحكومة، كانوا يتحدثوا على بناء الإنسان المصري. وأنا قلت إن بناء الإنسان المصري عشان يبقى عنده ولاء وانتماء ويشعر بهذا، لابد إنه في البداية يبقى يشعر إنه آمن في بلده، كريم في بلده، معزز، حقوقه بتحترم، كرامته مصونة. طبعا هي دي الحاجات اللي ممكن تخلي أي واحد يبقى يعني مؤمن ببلده وعنده انتماء وعنده ولاء وليس بأي شيء آخر. فالكلام ده اتقال، واتقال أنا في رأيي إنه يعني مع تقديري للجهد اللي بذل في مواد القانون، وهي كلها يعني جيدة جدا إذا أحسن تطبيقها. كان وجهة نظري إن إحنا عشان يعني نرجع الفرحة للناس والسعادة للبيوت اللي بتعاني، يا جماعة لا يجب أن ننتظر لحين إقرار هذه التعديلات. إحنا نستطيع نشكل الآن لجنة من الجهات المعنية، الأمن يعني، مع النيابة، مع وزارة العدل، مع الخارجية، وكل الناس اللي مضى على حبسها احتياطيا 2 سنين، بنات، شباب، كبار السن، مرضى، كل ده يروح. خلاص يروح. وكل الناس اللي المفروض عايزة تسافر عشان عندها سمستر في جامعات، ماجستير، دكتوراه، يتفضلوا بالسلامة. مفيش داعي ان احنا يعني نخرب يعني مستقبل هؤلاء او نضيعه نتيجة اجراءات ملهاش معنى. وهكذا الناس اللي عايزة ترجع ومعلهاش حاجة بس جواها خوف من اللي بتسمعه واللي بتشوفه، يا جماعة يعني ده ابسط شيء نقدر نقدمه. فهذا الكلام بيدرس بمعرفة الحكومة، يعني رد عليا وزير الشؤون البرلمانية والقانونية وقال لي هذا الكلام اللي انت سبق واقترحته
يتم الآن دراسته بمعرفة الحكومة ومؤسساتها، وإن شاء الله نرد عليكم في وقت قريب. فأنا بجتهد بحاول، وزي ما قلت لهم يعني إنه ده هيغير يعني داخليا، هيخلق سعادة وارتياح وقبول من الناس، وكمان خارجيا هيغير الصورة والسمعة اللي يعني كتير من شركائنا في الغرب وغيره شايفين ان مصر لا تحترم يعني لا حقوق ولا حريات ولا كل اللي بنسمع عنه يعني. فأتمنى ان شاء الله ان ده يعني يحصل قريبا جدا جدا. هل توجد إرادة سياسية لتنفيذ هذا؟ ما هي المشكلة إنه يعني فعلا مش القانون، المشكلة فعلا في تطبيقه، ومش حاسة أنا وكثيرون إن في يعني إرادة سياسية لحل هذه الأمور، لأنها حاجة سهلة. يعني حد مش عاجبني أروح جايباه وأدخله حبس احتياطي، أو حتى مش حبس احتياطي، ده بيختفي فيعني لمدد طويلة. فهل توجد الإرادة السياسية؟ خليني أقول لك بكل صراحة، السنوات الماضية ما كنتش بأشعر إن هناك رغبة أو إرادة حقيقية، بس الآن أنا شايف إنه الدولة في مصر أصبحت مستقرة قوية، وما فيش أي ما يدعو أو داعي يعني إن يبقى في إجراءات استثنائية تتخذ ضد مواطنيها. ف يعني خلاص الكلام اللي كان بيتقال ان احنا عندنا ارهاب وعنف بطل، ما بقاش موجود. الكلام اللي كان بيتقال ان احنا مؤامرات كبيرة، الكلام ده خلاص يعني، وكلام عيب ولا يليق حتى ان احنا نردده يعني. فانا رأيي ان مفيش حجة. انا اشعر وبكل صدق يعني ان هناك رغبة من الرئيس شخصيا انه يحلحل هذا الملف، انه يحرك هذا الملف. لاسباب بعضها داخلي، لان الناس كمان تعبانه من ظروف الحياه والمعيشه والضغوط اللي عليها، مش ناقصه كمان يبقى موت وخراب ديار يعني. فمحتاجين نخفف عن الناس على الاقل، ان احنا يعني اذا عندهم ابن او زوج او عائل يعني يطلع عشان يشوفوا اكل عيشهم وحالهم ومستقبلهم. وكمان ده مطلوب للخارج، لأنه كمان الناس كانت دائمة في إنها تقول يا جماعة راعوا يعني حرية الرأي وحرية التعبير، يا ناس بلاش الحبس الاحتياطي، يا ناس إذا كان في أي تعذيب يحدث لابد إن اللي بيقوم بده يتقدم لمحاكمة يعني. فأنا بشوف إنه لأ، في ده شعوري انا يعني من خلال الجلسات اللي بحضرها والكلام، لا في رغبة يعني، دي انا يعني متأكد منها، لأني بشوف مستوى الكلام واللغة. لا ده انا اشعر ان ده يحدث، بس بقى how far we will go عشان ابقى صادق يعني، لأن طبعا ممكن الرئيس عنده رغبة بس من حوله من مؤسسات وأجهزة يبقوا برضو يعني حريصين شوية، حساسين شوية يعني، مش بالضرورة. وممكن يبقى لهم أسبابهم المقنعة بالنسبة له، إنه إحنا في النهاية يعني مسؤولين عن الأمن والاستقرار، وعندنا معلومات بتقول كذا، وعند يعني بصي كل حتة لها مبرراتها. لكن أنا أشعر إن الدنيا يعني هتتحرك للأحسن، مش بالضرورة كما نتمنى جميعا، لكن أشعر إن هيبقى فيه. وأنا وحضرتك إن شاء الله في لقاء تاني قريبا
مش قريبا يعني، بعد سنة لا شهور، هنتكلم في ده وهنقول ان فعلا حصل يعني تغير ملموس فيما يخص هذه الملفات. أتمنى طبعا، أتمنى، ما عنديش هذا التفاؤل ولكن أتمنى. طيب يعني آخر سؤال، كان بيبقى في ضغط من الإدارات الأمريكية المتعاقبة في قضية حقوق الإنسان. دلوقتي طبعا مش بس فقدوا مصداقية، لكن كمان يعني ما بقاش في نفس الضغط اللي كان قبل كده، طالما إنه مصر ماشية بتأمن إسرائيل أو بتأمن إنه ما يبقاش في أي تدخل في إسرائيل وغزة بالطبع يعني. طيب إيه رأيك؟ بص، خليني اقول لك بكل صراحه، الموضوع مش اسرائيل ولا ان مصر بتامن اسرائيل. للعلم الان مصر في اسوأ الاوقات في العلاقات مع اسرائيل، وده نتيجه ان الشعب المصري كله غير، مش بس غير راضي، حزين على ما يحدث في فلسطين وفي غزه، والتوحش والاجرام و يعني المجازر والتجويع، حاجة يعني مأساة إنسانية بجميع المقاييس. ونتيجة يعني الرأي العام الضاغط على الدولة المصرية والرئيس، الكل بيحاول يتعامل مع هذا الموضوع دون الدخول في مغامرات، مش حفاظا على إسرائيل، لكن مش عايزين ندخل في مغامرات ربما تبقى كلفتها علينا وعلى الشعب الفلسطيني نفسه كبيرة جدا. واحنا جربنا تاريخيا مغامرة في حرب اليمن، وشفنا يعني التكلفة اللي دفعناها من شهداء وأرواح، ده غير المال يعني. وأيضا مغامرة أخرى في 67، برضو حبينا نقول احنا جامدين قوي، احنا حلوين قوي، وشفنا حصل ايه في 67. فقصد اقول يعني يحسب، وأنا بقول الكلام ده يعني عن قناعة للرئيس السيسي، إنه بيتعامل مع هذا الموضوع بنوع من الحكمة والعقل. وأنا بقول لك وبأكد لك على عينه، يعني إيه على عينه؟ يعني هو نفسه إنه يقدر يتدخل بجميع الوسائل، لكن نعم. هو برضه نعم هو في النهاية محكوم باعتبارات إقليمية ودولية، نعم نعم وهو ده السياسة. يعني أنا برضو بقول الكلام ده عشان ممكن ناس كتير في مصر يعني، وأنا متفهم ده، إزاي نسكت، لازم نعمل، أنا معاهم، أنا مش ضد ده، وإن لازم يبقى لنا موقف أكثر صرامة. نعم ده بيحدث، لكن مش بالضرورة من خلال مناوشات عسكرية، أو إن أنا ألغي أو أعلق اتفاقية كامب ديفيد، مش ده الحل. يعني إحنا هندفع ثمن ده، لكن في من الوسائل الأخرى اللي بتتم. لا، الموقف المصري في هذا موقف قوي وواضح. فده يرجعنا للجزئية اللي حضرتك أثرتيها، إنه الغرب عموما أمريكا وأوروبا، إنه نتيجة الظروف الإقليمية وأهمية دور مصر، لأن أهمية دور مصر مش برأيي أنا مش إسرائيل بس، لا، أنت عندك موضوع البحر الأحمر وما يحدث فيه، ده موضوع غاية في الأهمية. يعني قصدي استقرار المنطقة وأمان المنطقة، مصر لها وعليها دور كبير جدا للخليج، للبحر الأحمر، وكمان لجيراننا السودان وليبيا. فأنا شايف إن ممكن الغرب بقى يعني شوية بقى على خجل، يعني ما فيش مطالبات مباشرة ولا واضحة فيما يخص يعني الحقوق والحريات، لأن الظرف اللي احنا كلنا عايشينه
خلى الناس كلها يعني حتى ما عندهاش استعداد تستقبل اي حاجه من الغرب خاصه بحقوق الانسان. اي حقوق انسان بتتكلمه صحيح. وقدامكم بتحكي مجازر وتجويع وحاجه فوق وصف اي بشر. يعني الناس كفرت بموضوع حقوق الانسان نتيجه الممارسات الوحشيه اللي بتتم من اسرائيل. لكن ارجع واقول ده وضع مؤقت، مش معنى كده ان الغرب امريكا وغيرها يعني يعني لا، هيرجعوا تاني وهيثيروا هذه القضايا مره اخرى، واحنا يجب ان احنا ما ننتظرش، يجب ان احنا نصلح بايدنا احنا دون ضغوط من احد. لانه خلي بالك برضو مصر يعني بتعتز ب يعني استقلالها وبسيادتها، ف يعني الضغوط اللي ممكن تمارس عليها ساعات بتجيب عكس. انت عارفه احنا شعب عنيد ودماغنا مش بس احنا فلاحين، بس كمان زي الصعايده دماغنا ناشفه. فقصدي يعني الضغوط احيانا تجيب العكس وتخلي الدوله عندنا تعنت ولا تظهر اي مرونه. فانا بشوف انه موجه المطالبات بالحقوق والحريات هتيجي تاني. فاحنا عندنا فرصه ان احنا نصلح ما بداخلنا بانفسنا، بمعنى تشريعات ندي مساحه للناس تعبر عن آرائها، صحفيين محبوسين يطلعوا، ناس عايزة ترجع، اللي عايز يسافر، اللي محبوس احتياطي، الناس اللي واخدة أحكام ومنتظرة عفو نعفي عنهم. يعني قصدي أقول نخلق حالة من السلام المجتمعي، ده مهم لنا احنا لأن هو ده مصدر القوة بتاعنا، إن احنا نبقى كلنا متماسكين متحدين. أما بقى السياسات الغرب ومطالبات الغرب على رأسنا من فوق كنصائح كناس شركاء لنا وبيحاولوا يقفوا معانا ويساعدونا، يعني الموضوع أصله عارفة لا، موضوع وبيدونا أسلحة وبيدونا فلوس، فيعني يعني فيها يقفوا نوع من معانا. كسرة العين برضو. يعني يا فندم، في عين مكسورة هنا. احنا برضو ماشيين بنظام حسن ونسيدك، أيوة عارف صح. يعني، لكن برضو احنا بنعتز بكبريائنا طبعا وبتاريخنا وبحضارتنا. لكن طبعا يعني انا معاك ان الغرب واقف معانا، محدش ينكر، وبيحاولوا يقدموا مساعدات اقتصادية ومالية يعني، غير حتى أسلحة وما إلى أنا مش ذلك. عارفة لو ده وقوف معانا ولا ده التوريط. يعني أنا مش شايفاه ده. كنت زمان أرى وقوف معانا، لكن دلوقتي أنا الحقيقة شايفاه ورطة. يعني زي ما قلت، كسرة عين كده. أنا يعني فاهم. بصي يعني بس للأسف حتى لو هي ورطة، بس أنا يعني محتاج الورطة دي لغاية لما ربنا يكرمني وأخرج منها بسلام، لأن ما الظروف هتخرج منها بسلام ازاي وفي هذا الكم الهائل من الديون اللي عليك، وبتصرف في اشياء مش مفروض تصرف فيها؟ عشان كده إحنا كلنا بنطالب إن لازم يبقى فيه إصلاح هيكلي حقيقي، ترشيد الانفاق، ويبقى فيه اولويات، ويبقى فيه جذب للاستثمار، يبقى فيه بيئه تشريعيه سليمه تشجع الناس انها تيجي، يبقى فيه سلطه قضائيه مستقله تشعر الجميع ان هنا بلد الامان والعداله تطبق على الجميع. ما هو في حاجات كتيره لازم تتعمل عشان تستعيدي ثقه الناس أولا عندك في بلدك، وتستعيدي كمان ثقة الخارج اللي عايز يجيلك يستثمر يعمل. يعني أنا معاكي، يعني في حاجات كتيرة إحنا محتاجين نبدأ بيها، وأنا أعتقد إنه إذا ما لحقناش وصلحنا وغيرنا المسار عن السنوات الماضية، لا طبعا هندفع الثمن غالي وهندي فرصة للناس تشمت فينا ويتفرجوا علينا، وهنبقى
ماشيين مادين ايدنا يمين وشمال. انا اتصور انه يعني الكل استوعب الدرس ومفيش حد عنده استعداد بقى يعني يبقى احنا كمصر في وضع بدأنا نبيع الأصول وبدأنا نبيع الحاجات اللي هي بالظبط. بتمثل بالنسبة للتاريخ. الأستاذ محمد أنور السادات، ألف ألف شكر، تعبتك فعلا معايا المرة دي. لا بالعكس، أسعدتيني، وإن شاء الله لقاءاتنا دي تتكرر ويبقى في حاجة جديدة نقدر يعني حاجة نزف مبهجة. آه نزف للناس تسعدهم تفرحهم، الناس اللي في مصر والناس اللي بره مصر، لأن أنا أشعر يعني إن المصريين اللي في الخارج دول قيمة كبيرة وسفراء لنا، ويجب إن إحنا نبقى حريصين عليهم، وما تبقاش النظرة لهم مجرد نظرة تحويلات المصريين بالخارج، لا دي نظرة إنه حد شريك في الوطن، وإنه كمان يشعر بأن الوطن حريص على كرامته وحريص، يعني في حاجات كتيرة. أتمنى إن شاء الله الفترة الجاية دي إن ربنا يصلح الأحوال يا رب. يا رب، خلاص هنزل مصر على حسك. يلا يلا تنوري وتشرفي. ألف ألف شكر. أهلا بيكي، مرسي، كل سنة وحياة طيبة.